لكن حضرتك تعلم جيدا ان هناك تحديات. تحديات هذه مثلا لما حضرتك انشات المجلس الاعلى للاستثمار، القرارات اللي صدرت مع مجلس الاعلى للاستثمار عملت ارتياح شديد لكل المستثمرين المصريين والاجانب، سواء عرب او اجانب. يعني احنا كلنا بنعتبر المستثمر الصناعي في مصر، احنا بنعتبره كل واحد. لازم عشان برضو نقدر نطلع يا فندم، وده طلب ان شاء الله حضرتك يعني توفقنا عليه، الصناعة محتاجة الدعم القوي واحنا جاهزين. فلو حضرتك تفضلت وتكرمت وانشأت المجلس الاعلى للصناعة، دي هتبقى دفعة قوية جدا جدا للصناعة يا فندم، ان احنا نقدر ننفذ ونقدر نكمل المسيرة، نقدر نستخدم كل امكانيات الدولة، وبإذن الله يعني نساعد في عملية النمو الاقتصادي. ده يبقى تدي دفعة أكيد لكل الزملاء، تدي دفعة أكيد لكل الصناع، بتدي ارتياح شديد لكل مستثمر صناعي داخل الدولة. يعني في النهاية أنا مش عايز أطيل على حضراتكم، مش عايز أطيل على حضرتك، تقديرا جدا إن حضرتك يعني جيت شرفتنا في الوقت الصعب ده، وده فعلا تقدير للصناعة بالكامل. فشرفتنا يا فندم، ودايما كده منورنا في كل المتقيات. السلام عليكم.